السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بألف خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم مملحات سهلين وسريعين التحضير. واحد العجينة كتجي رائعة جدا. غادي نحتاجو في المقادير كاس عنبة ديال الحليب دافي، ربع كاس ديال الزيت، بيضة وحدة، جوج معالق صغار من الخميرة الفورية، وربع معلقة صغيرة من السكر سنيدة، الملح حسب الذوق، الدقيق الكافي لجمع الخليط. بالنسبة للكاس المستعمل هنايا فيه 150 مليلتر. كنجيب واحد الإناء اللي غادي نخلطو فيه، كنديرو الخميرة مع السكر، كنديرو الزيت. هنايا ممكن ديرو زيت الزيتون، بيضة وحدة. هاد العجينة كتجي هشيشة بزاف، ما كنعجنوها ما والو. شوية ديال الملحة حسب الذوق، وكاس ديال الحليب اللي تيكون دافي ضروري تدفيوه باش كيتفاعل بسرعه مع الخميره، والعجينه كتجينا هشيشه وكتجي خامره ما كتاخذش الوقت بزاف. غادي نخلط مزيان حتى كينسجم داك الحليب والزيت والبيض والخميره، ماشي واحد المده اللي طويله، غير شي شويه بلي ما تخلطوا. كنضيفوا الدقيق وحنا كنخلطوا، من بعد نحيد الطراب اليدوي. غادي نديروا يدينا باش نتحكموا في الكميه ديال الدقيق اللي غادي نضيفوا، وكنبقاو نخلطوا حتى كتجمع العجينه. غادي نضيف هاد الكميه كلها ديال الدقيق، مازال غادي نزيد شي شويه حتى كنحصل على واحد العجينه اللي كتكون مجموعه، ما تكونش سائله، كتكون شاده راسها وفي نفس الوقت رطبه، ما كندلكوها ما والو، غير غنبقاو نخلطو حتى كتجمع. هنايا هاد الكميه اللي ضفت ليها 3 الكيسان ديال الدقيق، ومازال غادي نزيد واحد كاس ما عامرش ديال الدقيق. المهم العجينه ما تبقاش كتلصق لينا في اليدين وكتكون مجموعه ورطبه. كتلاحظوا معايا غادي نعاود نضيف لهاد الكميه هادي، كنبقى نضيفها شويه بشويه حتى كتجمع. الان هنا كيف كتلاحظوا، بعد ما كنحصل على العجينه ديالي كتكون بحال هكذا مجموعه، ما كتكونش مرخوفه بزاف وما كتلصقش، وفي نفس الوقت كتكون رطبه ما كنعجنوهاش، غير كنجمعوها. كناخدوها كنردوها للاناء اللي خلطناها فيه، كندهنها بواحد شويه ديال الزيت من الفوق، تنغطيوها بلاستيك غذائي وكنخليوها كترتاح ماشي مده طويله، غير واحد 5 حتى 10 ديال الدقائق. الان غادي نشوفوا المقادير ديال الحشوه. غادي نحتاجوا فيها، عندي هنايا واحد شويه ديال الزيتون اخضر مقطع قطع صغيره، شويه ديال الفرماج الاحمر اللي كيكون محكوك، علبه واحده ديال الطون ديال الزيت، واحد فلفله صغيره مقطعه مربعات صغيره بزاف، وحبه واحده ديال الطماطم اللي حتى هي مقطعه قطع صغيره. غنحتاج واحد جوج معالق صغار من الهريسه، من الصلصه ديال الهريسه. الصلصه هذه اللي كتجي بنينه بزاف في المملحات. وغادي نحتاج صلصة الخاصة بالبيتزا، دابا كنجيبو العجينة ديالنا بعد ما خليناها ارتاحت واحد 10 ديال الدقائق. كيف كتلاحظو مع داك الحليب درناه سخون دغيا تنفخات وبدات كتطلع، بدات كتخمر، كنخرجو منها داك الهواء وكناخدوها كنشكلو على شكل دائرة، كنرشو شويه ديال الدقيق وغادي نسرحوها. غادي نسرحوها بالمدلك مزيان حتى كنحصلو على واحد العجينه كتكون كبيره وكتكون رقيقه، ما خصهاش تبقى غليظه. بعد ما سرحت العجينه ديالي بشكل طولي كتكون رقيقه فهاد السمك هذا، الان كناخذوا الصلصه الخاصه بالبيتزا، غادي نديروا فوق منها واحد 4 حتى 5 المعالق كبار، كندهنوها مزيان بهاد الصلصه باش ما تجيناش ناشفه من الداخل. هاد العجينه كتجي هشيشه بزاف، ممكن تحضروا بها حتى البيتزا. نضيفوا هاد الصلصه ديال الهريسه حتى هي اللي كتعطي واحد المذاق زوين بزاف.
كندير واحد جوج معالق صغار حتى ثلاثة على حسب الذوق. وكنسرحوها فوق منها، كنسرحوها مزيان فوق من هذيك العجينه، وإلا بانت لينا مازال خاصه كنزيدو شي شويه دهنو بيها العجينه كامله. فقط ما كنوصلوهاش للجوانب باش منين بداو لفوها ما تخرجش لينا مع الجناب. ما دهنتها مزيان بهذا الشكل. كنجيبو دابا الفلفله مع الطماطم. هنايا بالنسبه للمطيشه ما كنكثروش، كنديروا غير حبه واحده متوسطه، وكنحيدوا من هذاك الماء اللي كيكون فيها باش ما تفزكش لينا العجينه وتبدا تقطع، وكنرشوهم من الفوق. كنرشو هذاك الطون ديال الزيت، كنصفيه من هذاك الزيت ديالو، كنقطعوه قطع صغيره وكنرشوه من الفوق. ممكن ديروا حتى الكفته مشحره، او لا كديروا قطع ديال الدجاج او القمرون، او يعني الحشوه اللي كتبقى اختياريه. ممكن ديروا حتى الفطر حتى هو. دابا كنرشوا اخر طبقه، كنرشوا بالفرماج، وغادي نبداو نلفو فيها. غادي نبداو من الجناب شويه بشويه، حنا كنلفو فيها غير بشويه. في الاول راه كنرشوا الدقيق من التحت باش ما تلصقش لينا فوق طاوله العمل، وغادي نلفها مزيان حتى كنحصل على واحد كميره اللي كتكون طويله. بعد ما كنلفها كنجيب واحد الجراره وكنحيد هاد الحاشيه هادي، هاد الجناب هادو اللي كيكونوا خاويين باش كنبدا نقطعهم مقادين. وكنجيب هاد المول الخاص بالكاب كيك. لما كانش عندكم كديروا هادوك القوالب الفرديين ديال السيليكون، او كديروا قوالب فرديه ديال الكاب كيك العاديين، او كتحطوهم غير في اللطه بهذه الطريقه هذه. كنقطعو بالخيط، كنجيبو هنايا العجين ما كنقطعوهاش بالموس او بالجراره، كنقطعوها بالخيط باش كتجينا ساهله وما كتخسرش لينا وما كتخرجش لينا ديك الحشوه مع الجناب. كنجيبو الخيط خيط غذائي، او كتجيبو داك الخيط الخاص اللي كنحيدوه من الخنشه ديال الدقيق باش كنحلوها. داك الخيط كتحتفظوا به، هو اللي كتستعملوه في بحال هاد الوصفات هادو. كنقطعوهم كيكونوا قطع متوسطين بحال هكذا، وكتحطوهم في القوالب ديال الكاب كيك اللي كيكونوا مانعين للالتصاق، وكندهنهم بشويه ديال الزيت. كندهنهم بالزيت مزيان باش ما تلصقش لينا، و الا خفتو تلصق لكم كتدهنوا بالزبده او بالزيت وكترشوا بالدقيق. كنستمر بنفس الطريقه، كنقطعوهم على شكل دوائر وكنحطوهم في داك المول ديال الكاب كيك. ما كنكمل غادي ندهنهم بصفر بيضه وحده قطرات من الخل الابيض. هذا الخل هذا ما غاديش يخلي لينا ديك الريحه ديال البيض، كيحيدها وما كنبقاوش نحسو بها ملي كنستعملوه في اي حاجه دهننا به. ما كنبقاوش نشمو ديك الريحه ديال البيض. كندهن به الجناب ديال العجينه باش كتجي محمره. هنايا ملي كنستفهم في المول ديال الكاب كيك كنخليهم كيرتاحوا واحد 4 دقائق، عاد غادي ندهنهم وكندخلهم للفران. ما كنخليهمش يخمروا بزاف. كنت بصفر ديال البيض كنرش شويه ديال السنجلان البيض او السنجلان العادي. غادي ندخلهم للفران اللي تيكون سخون من قبل على درجه حراره متوسطه. كنشعل عليهم من التحت في الاول حتى كيبانوا ليا نفخوا وطابوا من التحت، عاد كنشعل عليهم من الفوق باش كيتحمروا كيجيو على هذا الشكل. هذا هما سخان
كنرشو بشي ديال الفرماج حمر محكوك، وكنخليو كيدوب غير بهذيك السخونية اللي كتكون فيهم. حتى كيبردو كنحيدوه من القوالب ديالهم، كنستعينو بالموس بحال هكذا، كندوزوه من الشنب او كنديرو شي عود ديال الخشب. كيجيو بحال هكذا، كيجيو زوينين بزاف في المذاق، والعجينة ديالهم كتجي هشيشة، كيجيو خفاف، والحشوة راه كتبقى اختيارية. هاد العجينة هادي ممكن تعتمدوها في اي نوع من المملحات بغيتو تحضروهم، كتجي فعلا كتجي رائعة، كتجي رطبة بزاف وما فيهاش بزاف ديال التمارة، ما كتحتاج اننا نعجنوها او ندلكو، غير كنخلطو. كيف كتلاحظوا معايا راه كيجيو بحال هكذا، كيجيو هشاش، كيجيو بحال الكابكيك او بحال البريوش. كنتمنى الفيديو ديالي يكون عجبكم، الا عجبكم ما تنساوش تخليو ليا جيم، تشاركوه مع الاصحاب والاقارب ديالكم، تشتركوا معايا في القناه الا كنتو باقي ما مشتركينش. نتلاقاو في فيديو جديد باذن الله.